دلوقتي معانا قصة ملهمة، قصة بنت مصرية قدرت إن هي توصل لحلمها رغم كل التحديات وكل الصعوبات. قصة أول بنت من أسيوط توصل إنها تكون كابتن طيار. معانا على التليفون كابتن طيار ميرولا ماجد. يا كابتن ميرولا صباح الفل عليكي. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي، مبروك الأول على تحقيق حلمك. احكي لنا الحكاية ابتدت إزاي؟ البداية بدأت إن أنا حلمي ده كان طيران، بس عامة ما كنتش لسه محددة ان انا عايزة ابقى ايه بالظبط، بس انا كنت انتمي للمكان ده. عايزة كنت عايزة تطيري؟ ايه؟ كنت عايزة تطيري وخلاص؟ انا عايزة حاجة، انا كنت لسه صغيرة بس بعد كده كبرت وفضل الحلم في دماغي وبدور عليه، مع كل ما اكبر حلمي بيزيد في دماغي لغاية ما قلنا خلاص احنا لازم ناخد خطوه. وطلبت من بابا، قلت له بابا انا اخترت الكليه دي وعايزاها. بابا في الاول تردد من فكره اني احنا ما فيش بنات عندنا بتغترب، اصل دي كليه ما حدش يعرفها، اصل الكلام ده. من هنا جت بقى فكره ان انا دخلت كليتين، ان هو بابا ما كانش مطمن عليا لانه ما كانش يعرف كليه طيران، فبالتالي اختاري الكليه اللي تريحك، انا مش بجبرك على طب او اي حاجه، كليه اللي تريحك وانا هبقى معاكي فيها. واخترت كليه اعلام الحمد لله ومشيت في الاثنين. يعني اخترت اللي انت عايزاه وهو اختار لك كمان حاجه كده جنبها؟ ولا انت اخترت الاثنين؟ لا انا اخترت طيران وهو انا وهو اخترنا مع بعض اعلام. طيب ده جميل جدا. يعني انت بتقولي ان كان حلمك من زمان انك تطيري، كلنا حلمنا ان احنا نطير، لكن مش هبقى كابتن طيار. يعني كلنا حلمنا اركب طياره واتفسح، لكن فكره ان انا ابقى كابتن طيار، يعني ايه اللي خلى الموضوع يكبر في دماغك قوي كده؟ او مين كان قدوتك؟ مين كان قدوتك؟ يعني فكرتي ان انت تشتغلي كابتن طيار ليه؟ بص، هو انا كنت بحضر لقاءات كتير لكابتن حسناء تيمور، واسلوبها وطريقه كلامها وعن هي كانت ملهمه جدا 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 ليا، فبدات اخد كل الكلام اللي هي بتقوله واعمل عنه سيرش وافهم انا محتاجه اوصل للمرحله دي. بس فهي الصراحه اللي شجعتني جدا 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 يعني. طب يلا شجعي انت بقى باقي البنات واحكي لنا الكليه الدراسه فيها عامله ازاي، كام سنه، بتطيري كام ساعه، التدريب فين، احكي لنا بقى كل التفاصيل. انت بتبقى معاك 190 ساعه. ال 190 ساعه دول ينقسموا 36 ساعه سولو، والباقي بيبقى ساعات ديول او طيران الي. بناخد 190 ساعه تخرجي من الكليه وانت معاكي 3 رخص. اول رخصه برايفت بايلوت، دي يعني بيختزها نظري، لازم قبل ما تطلع الطياره نظري وتنجح فيه، وبعد كده تبدا تطلع تطبق العمل بتاعك. وهكذا مع كل رخصه لازم تخلصها نظري وتطلع تطبق العمل بتاعها. اول شرطه دي تبقى اللي هو البرايفت بايلوت، بعد ما تخلصها بتاخد ثاني شرطه الاي ار، تخلصها بتاخد اخر شرطه الكوميرشال بايلوت، وكده تبقى انت خلصت. طيب على خير يا رب. وانتي خلصتي الثلاثه؟ الحمد لله. مبروك كابتن طيار ميرولا ماجد تحقيق حلمك، ومبروك عليكي انك خدتي الثلاث رخص. تمام، مبروك عليكي.